مرحبا يا غلام. اهلا وسهلا. الله يا كريم. قديش بعت التفاح اخي؟ كيلو بليره وربع اذا تنقايه. بليره على ابو جنان. طول عمره تنقايه بنص ليره. يظهر لك زمان ما اشتريت تفاح. بالعكس لك يا ابني، انا كل يوم الي كيلو عصير مشان استقبل الحياه بخدود مورده. تبع العصير بيتحشوا فيه اشكال الوان، هذا طعمه وفرجه، شوف سبحان الخلاق. اخي اذا بيمشي بحال بنص ليره تنقايه يزن لنا كم كيلو. الله وكيلك ما بتوفي، بس ماله علينا ليره بقلب بعضه، وربحنا ربع ليره بالتنقايه. يظهر انت يا ابني مالك فهمان بالاسعار. الوالد وينه؟ انا الوالد بدرس وبشتغل على هالعربايه، بعاون امي على تربايه اخواتي الصغار. يعني انت الكبير؟ الوالد متوفي. زلك شي كيلو زرافها ما بتندم. يا ريت قدرتي لأجبر عنك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. عمو تفضل تفضل، ما بدنا حقه. اللي ما بيقبل الهدية ما بيكون كريم، وانت بعينتك كريم. تفضل. هي الحياة حلوة بس نفهمها. شكرا عمو. عفوا. يا رب قديش بتريد عمي؟ ليرة وربع. الله يجزيك الخير. وين الليرة وربع؟ مد ايدك على هي الجيبة، خد حقك ورجع الباقي. ما في شيء هون. شوف الجيبة الثانية. كمان ما في شيء. اصبح عوضك على رب العالمين. وي 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 خير؟ شو صاير معه؟ سيارة طرقته وهربت. منين عم يجعك عمو؟ ايدي وراسي. هاي الايد ولا الثانية؟ شمال. اي لازم نعمل له صورة. خبر قسم التصوير بسرعة. حاضر دكتور. الله يسترك. قوام بس. رجلك هاي عم تجعك عمو؟ لا. ثانية؟ لا بس ايدي وراسي. اخ يا امي بيكونوا سرقوا لي العرباية. ولا يهمك حبيبي. انت شو اسمك؟ رامز. رامز ايش؟ لحام. وين بيتكون؟ حي الامين دخلت شرفة رقم 14. ممكن بالله راشيتها مشان نكتب العلوان وقلم. تفضل هي ورقة. شكرا. وامتى عادة بتبيت عمو؟ عشية. جاهزين للتصوير دكتور؟ يلا. اتكلوا على الله. دكتور بده يبات هون؟ طبعا. كم يوم؟ ما بعرف، على هو نتيجة التصوير. الله يخليك دكتور، ديروا لنا بالكم عليه مش انه هذا اب. الله يا كريم. شوفوا صاروا كلية. بسم الله. لسه تفاحة، نقي لك واحدة. تمام. قديش تريد؟ كليين تنقاية، إذا قلنا الكيلو بليرة وربع. كليين كيلو بليرة وربع وكيلو ليرة وربع، يعني ليرتين وربعين. شو ما بتعرف تحسب؟ بعرف بس قليل لأستعمل مصاري. تفضل. سلام عوضين. السلام عليكم. عليك السلام. الله يا كريم. الله يا كريم. قديش بعت؟
اخي الكيلو تنقي ليره وربع، وعلى ابو جناب بليره. كم كيلو بدك؟ شو كم كيلو؟ طول عمره احسن تفاح بنص ليره. يظهر زمان مالك دايق تفاح. هذيك السنه اشترينا. ايوه هذيك السنه. اخي بجوز كنت تشتري سكري. هيك سعره، هذا كولدين. ما عندك سكري؟ لا والله ما عندي. اخي تعرف المثل يلي بيقول كلاس ما بيغبر على طحان؟ شو المناسبة؟ المناسبة انك سرقت تفاحة، غضينا النظر، قلنا لحالنا بجوز مشتهيها، اما تسرق تنتين رجعونا على العربية احسن ما اقدعك كف اصورك. هلا وايف شو سارق من عند غيري كمان؟ روح. الله يا كريم، وع ظهرك وع الزيت. هلو دارلينك. نعم. آه. الله ينعم عليك، دخيل عينك، زقاق الشرفة. صار هيك ولا هيك؟ هيك. تعرف لنا بيت رامز لحام؟ أول باب على الشمال. كيف أول باب؟ قالوا لنا رقم اثنين معناتها لازم يكون تاني باب. مزبوط، لأنه المفرد مع اليمين والمجوز مع الشمال. آه، جزاك الله خيرا يا أخ العرب. أهلي. يا معين. أنا. مين حضرتك؟ أنا رفيقه لرامز. مساء الخير. مساء الخيرك. أنت رفيقه لرامز؟ إيه نعم. ومن أمتى مشاكل واحد قدها؟ اليوم بلشنا. شايف عربيته هون؟ إيه نعم، أنا جبتها هلا. ليش هو وينه؟ بالمستشفى طرقته سيارة. قولي على أختي إن شاء الله. طولي بالك، طولي بالك أختي. الحمد لله إن شاء الله عرضية، إذا بتحبي البسي لأخذك تطمني عليه. قولي على قلبي، ما بكفيك مصايب يا بني. الحياة حلوة بس نفهمها. وينك يا أخي؟ شحني يا فرهميس، يلا تفضلي. قولي علي إن شاء الله، والله عمود العيلة رامز. عن إذنك لحظة. حضرتك من الحارة؟ لا أختي، أنا من حارة كرمين إيده له. يا ويلي يا بني. طولي بالك يا أختي، طولي بالك، قلنا لك عرضية بإذن الله. يلا يا أخي. شف. الحرارة بعدها عالية دكتور. تاخدي له حرارته كل ساعة. وهلا أعطيه إبرة سيتامول. حاضر دكتور. لساته عم يوجعك راسك حبيبي؟ شوي، بدي طول هون دكتور. أسبوع زمان لنطمن عليك منيح. والمدرسة؟ مو مشكلة، بنعمل لك تقرير طبي مشان الغياب. بعدين انت اكيد رح تحصل رفقاتك لانه باين عليك قبضاي. قولي على قامتي عليك ابني، قولي على طولي، قولي على قامتي. طمني دكتور. الحمد لله سليمة، فيك اسرب ايده وشبصلنا له اياه. طيب دكتور وراسه ليش مربوط؟ لا لا هذا جرح بسيط، بس طالما حرارته مرتفعة مضطرين نخليه عنا كم يوم تحت الرقابة خوفا من الارتجاج. يلا عن اذنكم. اجدك معك، كتر خيرك دكتور. شلونك تقبلني؟ شو عم يوجعك؟ ولا شيء امي، بس فرصة الواحد ينام تخت لحاله. لك بدي افهم، مين هالابن الحرام اللي طرقه؟ حرام فعلا، ابن حرام. خذ عمو، جبت لك الكتب مشان تتسلى بقراءته. كتر خيرك عمو.
خير الله. ما بعرف شو بدي اعمل يا امي، تكون العرباية سرقت. عرباية شحة قدام البيت جابر فيقك. كتر خيرك عمو. خير الله. رميس تسمح لي يعني استعير عربيتك كم يوم من هون لحتى الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالشفاء؟ على حسابك عمو. انت عمو ايش؟ انا اسمي غوار. ليش مو رفيقة؟ اعز رفيق. شلون ما بتعرف اسمه؟ لسه ما تعرفنا. الحياة حلوة بس نفهمها. يا الله الله يا كريم، الله يا كريم. أنا غوار. أهلين سيد غوار. أهلين يا الأمي. أنا رايح لعند رفيقي راميس، بتوصوا شي؟ هلأ كنا عنده وأخذت له أخواته كمان. إيه عال بتروح عن فيهم شنو؟ كل ما روح لعنده بيقول لي غليان قلبي على أخواتي. يا إبر قلبي، مشان هيك أخذت له أخواته، لأنه دائما هاكل همون. إذا بدك هاتي ولا أخذ له مرة تانية مشان تزيد الروحاني. لا كتر خيرك، بس ما بيخلوك تفوت لأنه نحن طالعونا قال خلص وقت الزيارة. لا أنا بفوت خارج أوقات الزيارة لأنه ما بعرف إمتى وقت الزيارة، شنو ما معي ساعة يعني. يلا خاطري. الله معك. الله يبعد عنك كل مأزي. وينك سيد غوار؟ أمر من حق عم تيجي بالليل تنام على العربية؟ اي نعم، حتى ما حدا يسرقها، بكفي سرقوا لنا الغلة. طالما العربية مجنزرة روح نام ببيتكم أريح لك. على كل مطرح ما بنام مو أريح من العربية. شنو يعني بدك تقولي بيتنا كتير بعيد بحلب نحن؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك، كنت قلت لك تفضل نام عنا بس أنت بتعرف. لا بعرف أختي رامس، فهمت عليكي، بيطلع علينا حكي بعدين. يلا مو أصول لعيلنا. أخي جابوه أسعاف لنطمن عليه. روح فوت من باب الإسعاف. ما خلونا، قال أسعافوه صار فوق. معناته تطمن، أخوك بالحفظ والصون. روح وتعا بكرة وقت الزيارة وأهلا وسهلا فيك. طيب ما نفوت كلنا، واحد بيطمن عليه وبيطلع، لا حدا يعذب حاله ويستنى. عمي دستور يا اخوان، دستور حبيبي، رجعوا لي عن الباب، رجعوا لي عن الباب. ممنوع الفوت يا عمي. عرف حالك مع مين عم تحكي. جديدة هاي. بعدين الله يرضى عليك، ولا انسان بيدخل خارج اوقات الزيارة، مين من كان يكون. سمعتوا بإيدنكم عمي؟ سكر لي الباب. يلا يلا يلا. وين يا سيد؟ نعم. وقت زيارات انتهى من ساعتين. عندي علم بس أنا ما لي جاي زيارة. لك؟ إلى حازم من هون لمكان حازم من جلال المباري، إحنا اتصل فيه سيد المدير العام. نعم. عشان بتجمعوا حسن تحسينات الدنيا افتلي على الندوم من قبل السيد الوزير. ايوه تفضل. شكرا. هاي بطاقتي، اذا كان لزمك اي شيء تصلي فيه فورا. البطاقه فاضيه. شو يعني؟ بدي يكون انا. ايه وليش هيك لابس؟ مشان ما ينعرف امن سري. طمنينا نورس. لا الحرارة كتير كتير طبيعية، وإذا بقيت هيك معناها الدكتور بكرة بيشوفه وبيخرجه. إن شاء الله. إن شاء الله. بعده راسك عم يجعك؟ خفيف حبيبي رامز، هذا من أثر الصدمة، بعدين بيزيد الوجع. نعم. لأنه رامز طول الوقت حاطط هالكتاب وقاعد عم يدرس. عم بتسلى. طيب حبيبي بدك شي؟ سلامتي. إذا بدك شي جرس قدامك. ماشي يلا عن إذنكم. كتر خيرك نورس. عفوا. كتر خيرك. عفوا. الله يقدرني على مكافاتك يا عمو غوار. لا هيك نزعتها. ها شو هيدي نزعتها؟ هلا نحن مو رفقه واعز. طيب انا بنادي لك رامز، نادي لي غوار. ليش هي يا عمو؟ الاحترام واجب.
أصبح عمو بدك ما تأخذني، تأخرت بزيارتك اليوم شني بعت حمولتين. الله يرزقك على أدنيتك والقائل. يمكن كل رزق العالم ما بيكفي أدنيتك الطيبة. هلأ إيه منامنا، هات لسمع لك. بس وينك؟ بدك تقول على مهلك، مش هلحق تبع لك. هات لنشوف البح. شو هي البح؟ البح توري. شنو مادين حرف الإح كتير ما وصلت لحرف الإد. البح هيك توري مزبوط. من هو؟ الخمار بيت رامز. هاي هي. شو لكم اللي عليها؟ بدي يكون ملفق بضاعتي اليوم. لكان تعال نشوف رأينا بتفاحة. امشي حرام عليك الزلمة ما تتاح. المال داشر وشجع الحرامي على السرقة. صح لي حرامي بزبنك. إن شاء الله معوضين علينا وعليك بإذن الله. يغزي العين عم تلف في قوام. أنت أول متعيش بياخد حمولتين باليوم. إيش بدنا نعمل؟ أما نبيع بحارة الأكابر. تاخد لك سحارة السارقين جرب مع الجولدين. طيب أنو أطياب؟ هذا الجولدين ولا هداك اللي قلت لي عنه؟ في ناس بتفضل السارقين لأنه هش مثل الغريبة. طيب شلون بدنا نعرف الكولدين من هذا اللي قلت لي عليه؟ بلكي تخربطنا يعني. السارقين احمر، على كل الاثنين نفس السعر. نفس السعر. طيب هات لك سحاره لنجرب. شرف معوضين. يسلموا. كيفه رامز عم تشوفه؟ كل يوم، ويمكن بإذن الله اليوم يطلع من المستشفى. الله يشفيه ويأذي اللي أذاه. يا الله ادعي لنا. الله يجبر عنا وعنك. الله يا كريم. ببقى اطلع عليكم حبيبي. الحياة حلوة بس الأمها.